الله يا خير الورى. تعدد حبات الرمال وأكثر. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهر. السلام عليكم حبيباتي، كيراكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم كوك إلين دي زيت. وصفة اليوم هي وصفة سهلة اللي هي كيكة أو شوكولا مليحة للقهوة تاع العشية. شعلنا هنا عندنا زوج حبات تاع البيض، بسم الله، يكونوا حجم كبير ولا كانوا صغار نديروا ثلاث حبيبات. فوالا نضربوهم غير بالفوي، نسحقوا شباتير. نزيدوا كاس الا ربع ولا غير صبا. هذا الكاس يحمل 220 مليلتر كاس تاع السكر. فوالا نخلطوهم بيان. نخلط مليح هذاك السكر والبيض. نزيدو نص كاس تاع الزيت. نزيدو نص كاس تاع قهوة ولا نسكافيه اللي تكون متواجدة عندكم. انا هنا كانت عندي قهوة طايبة كما كنتو تشوفو. نزيدو نص كاس ولا نسكافيه. فوالا هنا بعد ما زدنا القهوة تاعنا نزيدو مغرفة تاع كاكاو، ماذا بيكم يكون بني من نوعية مليحة، نغربلو في لاباسواغ تاعنا. باسكو لازم نغربلو الكاكاو لافارين. فوالا نزيدو كاس على فارين. في الديبي نزيدو غير نص نغربلوه. زدنا الكاكاو تاعنا، نزيدو لافاري تاعنا كاس نفس الكونتيتي اللي عبرنا بها من قبل. كاس لافاري نزيدو غير بالعقل، ونزيدو معها لا ليفيغ شيميك خميرة الحلوى اللي هي باكي ونص. فوالا نغربلوها مع لافارين تاعنا. هاد الكيكة صدقوني تجي بنينة وهشة. القهوة اللي تحصلنا عليه خفيفة، نديروها في المول تاعنا. هاد البلا تاعي هدا المول وبالزبدة، ونديرو شوية تاع لافارين. فوالا نحطو الخليط تاعنا في لو بلا تاعنا. وراني ديجا شعلت لو فور تاعي على درجة 200 درجة. تدينا الوقت واحد ربع ساعة حتى 20 مينيت ماكسيموم 20 مينيت، ونطفو عليها. فوالا بعد ما طابت لنا الكيكه تاعنا، شوفوا نشوفوا البيغيغ دون، نسيبوها ناشفه كما كنتو تشوفوا حبيباتي. شنو نديروا هنايا؟ نسقوها بشويه تاع قهوه، نص كاس صغير ولا بالحليب كما تبغوا. انا ندير شويه حليب هنايا نسقيها. فوالا بالنسبه للتزيين ولا للكريمه تاعنا ولا الكاناج، شعلنا عندنا كاس ونص على الحليب كاس. فوالا نديرو بارد في بارد في الاول، كاس ونص تاع الحليب على حسب لومول تاعكم اللي استخدمتوه، الا كان كبير ولا صغير. ونزيدو مغرفه ونص تاع النشا ولا المايزينا. فوالا نخلطوهم بارد في بارد، ونزيدو مغرفة كبيرة تاع الكاكاو،
قلت لكم ماذا بكم يكون بني ماشي اسود. زوج مغار كبار ثاني تاع السكر، السكر يكون ذوق، باسكو هنا غادي نزيدو الشوكولا باش الكاناش تاعنا تجينا كريمي ما يقصحناش من الفوق. فوالا نديروها على النار، نديروها باستمرار على النار، كي نشوفوها تبدا تقلنا شويه ودنا هذوك الفقاعات نزيدو الشوكولا تاعنا. بدا يتقلنا الخليط تاعنا الكريمه تاعنا نزيدو الشوكولا ونحركوها باستمرار حتى تذوب لنا. وتنجمو تاني تزيدو مغرفة تاع الزيت ولا مغرفة تاع الزبدة باش الكريمة تاعنا تجينا تلمع وتجينا شابة. غادي نزيد هنايا مغرف ولا نص تاع الزيت فوالا، نشوفو جات هايلة، جات ما شاء الله. سيبو انا غادي نطفي عليها هنايا. شوفو القوام تاع الشوكولا تاعنا كي جا، جا ما شاء الله. نفرغوها على البلاط تاعنا، فوالا نجمو نستخدمو تاني علبة دانيت تاني تبدلنا الكوشباب. مينا كي استعملت الشوكولا صيبو اكتفيت بها. كانت عندي شويه تاع الشوكولا بلون ذوبتها تاني في بان ماري وحطيتها في الاداه ولا في بوش هذاك تاع البلاستيك عادي، ونديكوري الكيكه تاعنا هنا بواسطه الكيردون نشعوها والعكس. فوالا انا كملت الديكور تاع خواتاتي كما كنت تشوفوا، جاتنا ما شاء الله واحد الريحه هذيك تاع القهوه الكاكاو شوكولا جات ما شاء الله. انا ندخلها للثلاجه ونتلاقاو صحن تقديم. نهاية الفيديو حبيباتي كما كتشوفوا الكيكة تاعنا جاتنا ما شاء الله، جاتنا هشة ومشربة او ميم طون، ميم هذاك الكارناج جانا بنين والله غير صدقوني، ان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم الوصفة حبيباتي ما عليكم غير تشتركوا في القناة وديروا لي جيم وتبارطاجوا لي زامي باش يوصلكم الجديد. سلام.